آخر مرة لعبت مع محمود وسام صباغ. نعم. للموت. صح. وفي هلأ وقبله بالهيبة مسلسل. إيه مسلسل بده ينعرض هيدا الشهر إذا الله راد، اسمه مال الأبان مع أستاذ بسام كوسا. نوجه له التحية طبعا. كون أمه. بتكوني أمه لبسام كوسا؟ مع أنه بسام كوسا لا يعني مكبريني يعني قريب لعمرك تقريبا. إيه بس مكبريني. ما بتنزعجي يعطوكي هيدا أبدا. الممثل بده يلعب كل الأدوار. أنا إنه ما تكبروني بدي بين جمالي. أنا مش جاي أعرض جمال ولا جاي أعمل، أنا جاي أوصل شخصية، مش جاي أبرز حالي. وقدرت تحسي مشاعر أمومة تجاه بسام كوسا اللي هو بجيلي؟ ما أنا مغضوب، أنا مغضوب. لا الحمد لله انبسطت كتير معه، إنسان بجنن وبيقدر ومحب. قبلت اني روح، كنت عم يجيني عروض على سوريا. نعم. وقل لهم لا على سوريا. ايه على دراما السورية. دراما السورية قل لهم لا، لانه بتعرفي كان في حرب وحتى شنج وهيك ما بقدر. انت رايحة بدك تلعبي دور تستلزي فيه تبقي مرتاحة. فكان بوقتها اسمع انه صار كذا وصار كذا، فاقول لا خليني. كنت تخافي؟ نعم. مش خوف. قلت لك انا ما بحب هيدا انه اتشنج شوف اشياء انا ما حبي حتاثر عليك كممثله وعلى ادائك، يعني بدك تكوني مرتاحه. عاده بيقال انه الزواج الهدف من الزواج الاولاد. صح. هون بسالك انه كيف بيستمر الزواج، زواج ناجح الله يخليكم لبعض. شكرا. وما في اولاد؟ ما هو ليك بالبدايه بيكون في حب، بس بعدين بيصير ثقه واحترام. بروح الحب؟ لا، هو اللي بيرجع الحب بكل لحظة. الاحترام. الاحترام والثقة هن اللي بيرجعوا لك الحب. شو الأهم، الحب أم الاحترام؟ الحب إن تحترمي لأنك بتحبي. عرفتي؟ مش إنه أنت عم تعمليها لحتى يصير يضل يحبك. لأنك بتحبي. لما ينفقد الاحترام بين الرجل خلص فرطت القصة، راح كل شيء. راح كل شيء. زوجك كان داعم لإلك يعني؟ طبعاً. عم تذكري انه قال لك كثير كثير فتجربة. يعني معناتها رجل قد ايه مهم الرجل يدعم زوجته لتنجح وتتألق بكل شيء حتى بالحياة. اذا الرجال ما دعم المرأة بحياتها بحطمها. لو زوجك ما كان يعني وقف بوجه أحلامك كنت بتستمري معه؟ إيه طبعاً. أنت من الناس شو اللي بتستسلمي للقدر؟ لا مش بستسلم. إنه أنا حياتي أهم، عائلتي أهم بكل شيء. أنا ياما أجاني فرص شغل بس أنا عندي بيئة، عندي أهلي، عندي. مش إنه برفض لأنه والله خايفة إن لا.